بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، شهداء أحد رضوان الله عليهم، وبسيدنا حمزة بن عبد المطلب مهاجري رضي الله عنه، وبسيدنا أبي أيمان مولى عمرو الأنصاري رضي الله عنه، وبسيدنا أبي حنات الأنصاري رضي الله عنه، وبسيدنا أبي سفيان بن حارث الأنصاري رضي الله عنه، وبسيدنا أبي هبيرة بن الحارث الأنصاري رضي الله عنه، وبسيدنا أناس بن نضر الأنصاري رضي الله عنه، وبسيدنا أنيس بن قتادة الأنصاري رضي الله عنه، وبسيدنا أوس بن الأرقام الأنصاري رضي الله عنه، وبسيدنا أوس بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، وبسيدنا إياس بن أوس الأنصاري رضي الله عنه، وبسيدنا إياس بن عدي الأنصاري رضي الله عنه، وبسيدنا ثابت بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه، وبسيدنا ثابت بن وقش الأنصاري رضي الله عنه، وبسيدنا ثعلبة بن سعد الأنصاري رضي الله عنه، وبسيدنا ثقف بن فرباة الأنصاري رضي الله عنه، وبسيدنا الحارث بن أناس الأنصاري رضي الله عنه، وبسيدنا الحارث بن أوس الأنصاري رضي الله عنه، وبسيدنا الحارث بن عدي الأنصاري رضي الله عنه، وبسيدنا الحباب بن قيظي الأنصاري رضي الله عنه، وبسيدنا حبيب بن نزيد الأنصاري رضي الله عنه، وبسيدنا حسين بن جابر الأنصاري رضي الله عنه، وبسيدنا حنظلة بن أبي عامر قاصلات الملائكة الأنصاري رضي الله عنه، وبسيدنا خارجة بن زيد الأنصاري رضي الله عنه، وبسيدنا خلاد بن عمرو بن الجموح الأنصاري رضي الله عنه، وبسيدنا خيثمة بن الحارث الأنصاري رضي الله عنه، وبسيدنا ذكوان بن عبد القيس الأنصاري رضي الله عنه، وبسيدنا رفاعة بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه، وبسيدنا رفاعة بن وقش الأنصاري رضي الله عنه، وبسيدنا تبيع بن حاتيب الأنصاري رضي الله عنه، وبسيدنا سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه، وبسيدنا سعيد بن سويد الأنصاري رضي الله عنه، وبسيدنا سلمة بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، وبسيدنا سليم بن الحارث الأنصاري رضي الله عنه، وبسيدنا سليم بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه، وبسيدنا سهل بن قيس الأنصاري رضي الله عنه، وبسيدنا شماث بن العثمان المهاجري رضي الله عنه، وبسيدنا صيفي بن قيظي الأنصاري رضي الله عنه، وبسيدنا ضمرات بن عمرو الجحاني الأنصاري رضي الله عنه، وبسيدنا عامر بن مخلد الأنصاري رضي الله عنه، وبسيدنا عبادة بن خشخاش الأنصاري رضي الله عنه، وبسيدنا عباد بن سهل الأنصاري رضي الله عنه، وبسيدنا عباس بن عبادة الأنصاري رضي الله عنه، وبسيدنا عبد الله بن جبير الأنصاري رضي الله عنه، وبسيدنا عبد الله بن جحش المهاجري رضي الله عنه، وبسيدنا عبد الله بن سلمة الأنصاري رضي الله عنه، وبسيدنا عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله عنه، وبسيدنا عبد الله بن عمرو بن وهب الأنصاري رضي الله عنه،
وبسيدنا عبيد بن التيحان الأنصاري رضي الله عنه، وبسيدنا عبيد بن المعلى الأنصاري رضي الله عنه، وبسيدنا عتبات بن ربيع الأنصاري رضي الله عنه، وبسيدنا أمارة بن زياد الأنصاري رضي الله عنه، وبسيدنا عمرو بن إياس الأنصاري رضي الله عنه، وبسيدنا عمرو بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، وبسيدنا عمرو بن الجموح الأنصاري رضي الله عنه، وبسيدنا عمرو بن القيس الأنصاري رضي الله عنه، وبسيدنا عمرو بن المطرف الأنصاري رضي الله عنه، وبسيدنا عمرو بن معاذ الأنصاري رضي الله عنه، وبسيدنا أنطارة المولى سليم الأنصاري رضي الله عنه، وبسيدنا قيس بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه، وبسيدنا قيس بن مخلد الأنصاري رضي الله عنه، وبسيدنا كيسان مولى المزينيين الأنصاري رضي الله عنه، وبسيدنا مالك بن إياس الأنصاري رضي الله عنه، وبسيدنا مالك بن سنان الأنصاري رضي الله عنه، وبسيدنا مالك بن تميلات الأنصاري رضي الله عنه، وبسيدنا المجزر بن زياد الأنصاري رضي الله عنه، وبسيدنا مصعب بن عمير المهاجري رضي الله عنه، وبسيدنا نعمان بن عبد أمر الأنصاري رضي الله عنه، وبسيدنا النعمان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه، وبسيدنا نفال بن ثعلبات بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، وبسيدنا يزيد بن حاتب الأنصاري رضي الله عنه.